السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة. هذه المحاضرة اليوم تتكلم على الـ Introduction to the Neuroplasia Basics Benign and Malignant Tumor بشكل عام. لذلك أتكلم يعني بشكل مختصر أتكلم على الأورام. أوكي، الأورام العادية، وراح أعطيكم بالنهاية هي أورام الدم. تمام، حتى تكملون السليبس أنتم، لأن ما ماخذين بالنسبة للأورام سو فار. وهذه هي الأهداف اللي هي راح نتعلمها. طيب، جينا على الديفينيشن. What's the benign tumor? In general, in common medical use, the neoplasms is often referred to the tumor. يعني neoplasms، حسنا نجي نشرح شو النيوبلازم. التيومر is any mass of tissue أو swelling. Swelling tumor اسميها. لكن إذا درسنا التيومر من ناحية النيوبليزيا يسمونه أونكولوجي، علم الأورام. لذلك علم دراسة الأورام والأونكولوجي now divided here. إذا درسناها الأونكولوجي راح تقسم إلى اثنين، قسمها إلى benign and malignant، حميد وخبيث يسمونه. تمام، ولذلك هنا حتى احنا نفهم بشكل أساسي إنه كيف تصير الأورام. يمكن انتم شايفين بحياتكم الحالات الورم اللي تصير، يعني هذا ورم، هذا الطفل عنده ورم، وهاي الطفله ايضا عندها ورم. واضح؟ والصوره الاخرى اللي ورم مرفوع منها. تمام؟ ولذلك اريد احنا شنو هو التيومر؟ هو عباره عن نمو، خاصه اذا التيومر مش النسيجي تاثر، هو عباره عن نمو نسيجي. خلايا سرطانية، خلايا الأورام بشكل عام سرطانية بشكل خاص عبارة عن خلايا خلايا حية طبيعية نشطة. شو أقصد طبيعية؟ أقصد إنه شكلها تقريبا هي يكون كأي خلية، لكن عندنا مشكلة إنه ليه صار بها نمو زايد، هاي راح نفهمها. ولذلك هنا قسمناها نوع من نوع البناين تيومر اللي هو الحميد، اللي هو ايضا والخبيث. الحميد والخبيث احنا نقدر نفرقه بالكلينيكال فيتشرز مالته، الاورام، ونقدر بالمايكروسكوب. غيرها احيانا يصعب علينا، وخاصه يصعب اذا كان الاورام داخليه، اما خارجيه بالنظر. تمام، يعني هسه ماكو واحد ما يقول هذا الطفل عنده ورم حميد، لكن لما ننظر للاصبع هنا عنده ورم حميد. هذا عباره عن ورم حميد، واضح؟ هذا رفعه عباره عن ورم حميد. تمام، لكن هذا الطفلين دفنتلي عباره عن ورم خبيث. ولكن راح احنا ناخذ المواصفات. الورم الخبيث المانيجي تيومر اونلي ذي كولد كراب، اوكي، يسمونه كانسر. الكانسر يطلق على الورم الخبيث فقط. Malignant tumor are collectively referred to the cancer. شنو كانسر؟ معناته السرطان. شنو السرطان؟ يشبه هذا الحيوان يسمونه الكراب، السرطان ابو جنب يعني احنا نسميه. واضح؟ ولذلك شوفوا ده يمشي. بشوفون هنا بالنسبه هذه انه هذا يمشي. هذا السرطان يمشي. بس راح نشوف هنا تشوفونه ده يمشي. بس شوية لين صعد هاي الصورة، ها تشوفونه. ولذلك يسمون هذا يسمونه كانسر، ولذلك هاي يسمونه هذا يسمونه هذا يسمونه جراب. تمام، هذا يسمونه كانسر. طيب هنا شو صاير بيها هاي؟ واضح يسمونه. طيب شنو مواصفات الكانسر؟ صفات الكانسر إلا قابلية للحركة. شو يسمون عملية قابلية للحركة؟ يسمونها المالجننت فيتشر، يسمونها ميتاستاسيس. عيدوها، ميتاستاسيس، خلايا سرطانية إلا قابلية على الانتشار. يعني الورم الخبيث فقط ينتشر، الحميد لا ينتشر. واضح؟ ولذلك صارت بزيادة الخلايا. تشوفون إنه هذا الجلد، هذا هسه الجلد هنا لانه شويه متاخره، هذا هو الطبيعي، اما هاي كلها زياده. لذلك سمينا هذا اسمه نيوبليزمز. شنو نيوبليزمز؟ هنا المصطلح لمن يستعمل كلمه نيو
النيو ان ان اي او مين مينز ان اي دبليو معناته نيو. اوكي لكن هذا جريك يعني مصطلح يوناني اغريقي. فكلمه ني ان اي او تساوي كلمه ان اي دبليو. البليزي او ريبليزي معناته something new, things formed, يعني شيء تكون. ولذلك صار هنا صار تكون شيء تكون. من معناته شيء تكون هنا عادة يوصفون البليزم يقول شيء تكون خارج سيطرة الجسم. تمام. And this autosomal or growth of this, هذا صار عندنا اللي صار بها نمو نسيجي that have escaped normal restraint on the cell proliferations. ولذلك انه صار عندنا نمو خارج سيطرة الجسم بالنسبة لتكاثر الخلايا. واضح؟ ولذلك عادة شو يكون الأورام تكون سوليد يعني صليبة جدا صليبة يعني ما يعني أنا شنو أقصد بها الصليبة؟ أقصد انه الأورام الأخرى مثلا تجمع دهني تجمع سوائل تجمع دموي تكون بشكل آخر يعني هاي تكون ذيك تكون لها تجويف هاي شو يكون لها تكون صليدة يعني أو متماسكين جدا. أوكي so in this case here the tumor remain localized are considered benign. إذا الورم يعني أنشأ وظل في مكانه يعتبر ورم حميد لكن إذا انتقل فيعتبر ورم خبيث. لكن يجي هنا شنو هو التيومر؟ What's the tumor? Division uncontrolled cell growth. Division انقسام غير مسيطر عليه. طيب احنا يعني اعطيكم مثال الان انا انجرحت فقدت خمسة خلية طبيعية. يفترض الجسم كم خلية ينطيني خمسة. طيب اذا انطاني خلية اخرى تمام الخلايا هاي الاخرى مثل الطيارة ما بيها لازم انت تصعد الطيارة عندك سيت مقعد غيرها ما ممكن تكون واقف. لذلك هاي الخلية زادة راح تسوي المشكلة. بس ليه صار بيها خلية زادة؟ ليه صار ان كنترول؟ ليه صار ان كنترول؟ ياخذ الطاقة. شنو الطاقة منين؟ راح نقول لكم اياها منين الطاقة جاية. ولذلك يصير growth formation in the lump راح ينمو يعني هاي الخلية راح تنمو. السبب اللي صار بها mutation طفرة. سبب الطفرات هي الطاقة الموجودة اللي أخذناها الجسم راح يأخذها من الخلية صار بها mutation. وين يدخل mutation؟ بالDNA. وين موجود بالخلية؟ فمن صار mutation صار عندنا طفرة بالDNA داخل الخلية. هاي الDNA ما تشبه صاحباتها ما تشبه الخلية الطبيعية الموجودة بالجسم. فصارت الجسم قام يتحكم الجسم قام ما يقدر يسيطر عليها لأن خارج سيطرة لأن ما بيها كود. هاي الخلية ما بيها شفرة بالنسبة للجسم ولذلك صارت خلية تأخذ طاقة أكثر من اللازم فصير بها انقسام. السبريتن ability to هنا نقول عليها ability to move within the body fluid okay في هذا الخلايا. ولذلك الديفيجن ما تصار uncontrolled cell division. سببه هو أكيد ليه صار بها uncontrolled لأن صار mutation. هذا الميتيشن سميناه بالجينز سميناه أونكوجين تمام. لكن مو هالسهولة مو بهالسهولة لأن إحنا بداخل جسمنا داخل كل خلية جسمنا أكو بادي جارد شو يسمونه tumor suppressor genes خلايا مثبطة للجينات المثبطة للسرطانات. واحد من عندهم يسمونه P53 P small 53. فلذلك هاي الخليه تسوي لها الخليه زادت شو يسوي لها راح يقتلها. ليش يقتلها؟ يا طريقه الابوتوسيس. طيب الخليه من تموت بطريقه الابوتوسيس ما نحتاج الى انفلاميتري سيل. تذكرون هسه الان شلون ما تموت على طريقه النكروسيس تموت بطريقه الابوتوسيس. والابوتوسيس ما يحتاج الى الميكانيزم ديفنس. شو يحتاج الى جيران يعني السيستم يرفعوا الابتوسيس يعني النور يسمونها بروجرامك سيل ديث. فلذلك البي 53 يسوي يسمونها الابتوسيس اللي سابقا يسمونها سوسايد او يصلحها. عندنا البي 53 صلح ليها الخليه. البي 53 صلح ليها الخليه واضح. هاي صلح لي الخليه الموجوده هذا البي 53 اوكي سيل ديفيجن. ولذلك انطتني هذه الخليه. تشوفون الخليه هنا خليه هاي الخليه عندنا نورمال هاي انطتني خليه نورمال وهاي الخليه اللي الان هنا جتني ايضا الخلايا بالنسبه
بدي اشوفون هاي خليه انطفين، لكن هاي الخليه انطتني طلع كيف تختلف لار نمبر. زادت خليه هنا خليه 3 6 هنا خليه اكثر. خليه هنا النيوكليوس منتظمه بالنسبه لل منتظمه بالنسبه للخليه، هنا النيوكليوس اكبر من الطبيعي. لار فيزيبل شيب اوف نيوكلياي. بالنسبه للسيتوبلازم صار فيربل متغير من خليه وخليه اخرى، تمام، ولذلك ها صار فيريشنز راح نقولها فيما بعد، تمام. طيب هنا لما تجي هنا وين جيت انا؟ جيتكم قلت لهم انا عندي خليه انجرحت فقدت اربع خلايا، الجسم شنطاني واحده اثنين ثلاثه اربعه، طاني خمسه، الخامسه ما لها مكان، فالجسم ايش يسوي لها؟ يقتلها. ليش يقتلها؟ بطريقه اوبتوسيس. لكن احيانا الجسم ما يقدر يقتلها لانه صارت بها مقاومات اخرى، فلذلك وين راحت؟ راحت شنطتني بدل ما تروح للابوتوسيس وسيال دامج، هنا طتني للكانسر. فالكانسر شنطه واحده، الوحده طال اثنين، اثنين طال اربعه، الاربعه طال ثمانيه، ثمانيه 16 وهو الى فصار عندنا كانسر. فشو اللي تلاحظ؟ تلاحظون البناين عاده الخلايا تشبه الام. تشوفون البناين تشبه الام، اما الكانسر يختلف اختلاف جذري، تمام؟ هسه احنا راح ناكد عليه، تمام؟ وهذا ما يحصل فيها. طيب هنا ايش راح يصير بالخلايا؟ هاي عندنا هذا التوارز الموجوده، هذه نورمال، هاي صار بها هايبربليسيا لكن تشبه الاصل، ما اختلفت الزمن، هايبر زياده عدد خلايا. هنا صار مايل ديسبليسيا. ديسبليسيا هو تغير الفكر. الخليه هنا تشوفونها نفس ربما نفس الاعداد من الخلايا، لكن الخلايا تغير شكلها، صارت ما غير مرتبه، تمام؟ هاي يسمونها ديسبليسيا. هنا ابسوليوتلي صار كورسونيك، تغيرت شكلها، لونها، التفاعل مالها، تمام؟ الخليه وين قاعده؟ هنا قاعده على البيز ممبرين، هاي كلها بيز ممبرين، هنا انكسر البيز ممبرين، واضح؟ ولذلك شنو سبب هي الخلايا؟ شنو سبب السرطانات؟ عندنا شنو نقول عليها هنا؟ سبب السرطان اما يكون وراثي، تغير حصل بالوراثه او بالمناعه او الكيميكالز، التدخين، فيزيكال اشعه الشمس، فيرال الموجود هنا، الفيروسات الهيومن بابيلوما فيروس، بكتيريا الموجوده بالنسبه للاتش باي ايرور، واللايف ستايل، تمام. ولذلك جينا على هنا بشكل عام نتكلم على الانهيريديتي بالنسبه للوراثه، من 5 إلى 10، من 5 إلى 10% هو كانسر وراثي، تمام، وهذا ممكن يصيبها. وانطينا انواع بالنسبه للانواع الوراثه الموجوده هنا اللي هي هيومن بابيلوما فيروس، اللي بي في اي فاميليال بولي بايوسيز انسو، اوكي، عندنا البريست كانسر موجود، واضح. جينا على الايميونيتي، الايميونيتي شنو عندنا؟ عندنا مثل ما قلنا لكم عده فيروسات، اكثر فيروسات اللي هو هيباتيتس بي فيروس، هيومن تي سيل لوكيميا فيروس، سبار بارس فيروس، الايدز ايضا ممكن ياثر لك عليها، تمام. هذا كله شيء عندنا بالنسبة للبكتيريا باراسايت اتش بايلوري، وهنا بالنسبة للكرونياسيز البكتيريا يسمونها تشاينيز باراسايت ايضا ياثر عليه، واضح. بعد شنو عندنا؟ باراسايت شيستوسوما تاثر، يعني بالهاريسيا، الكورنك سيستينياسيز اللي هذا يسمونه تشاينيز فلو او هذا ياثر، الكيميكال الكحول اسبست الود دست الربر البلاستيك الداي الافلاتوكسين التوبوك، هاي كلها مواد مسرطنه، والسموكينج ايضا قلناها مواد مسرطنه، الفيزيكال تعرض للشمس الترا فايوليت سان لايت سيرتن اندستريال سورسز، الكيميكالز المواد الكيميائيه، مواد احيانا يضيفونها للاكل حتى الاكل، هاي المعلبات تبقى ايضا مسرطنه. اما اللايف ستايل يعني الواحد يستمر على مثلا اكل معين ما يتعرض للشمس او يتعرض للشمس اكثر من اللازم فلذلك يتغير. طيب هذا كلها مسببات، كلها تعطي طاقه غير طبيعيه، تعطي هذا الطاقه الغير طبيعيه تعطي لل المن تنطي للخليه. فشو يصير بها؟ الخليه تقوم تتقاسم او تنقسم outside of the body control. So in this case here we are going to name the tumor. We have said that we have two types of tumor, benign and malignant. According to this phonemic,
benign and malignant منين يجون؟ يجون من two sources، أما يسمونها parenchyma sources أو stromal sources. البارانكيما sources اللي الأنسجة اللي الأنسجة الطلائية والأنسجة الغدية، أنسجة طلائية وأنسجة غدية، واضح؟ هذه يسمونها parenchymas أو يسمونها functional أحيانا العاملة، يعني كل شيء لها بها إنتاج يسمونها البارانكيمالز، واضح شباب؟ أما شعدنا الأخرى أما يسمونها الاسترومال، يعني البارانكيمال الغدد الأمعاء الجهاز البولي الغصبات والرئتين. أما استرومال اللي هي الأنسجة الساندة، شنو الأنسجة الساندة؟ مثلا الأوعية الدموية، الكونكت شو أنسجة رابطة، العظام، الغضاريف، الكارتليج، هذه كلها أنسجة ساندة. طيب أريد نسميها تسمية عالمية ما ننساها، ولذلك إيش يصير؟ يسمونها الأوريجينال أوف ذا سيل أوف أوريجينال زائد سفكس. السفكس بلغة الإنجليزية معناته الملحق، فش يستعمل؟ نستعمل 3 سفكس، أما أوما، ساركوما أو كارسينوما، واضح؟ هذان الثلاثة يرافقن التيومر anywhere. طيب راح هنا أنا بالنسبة لهذا اللون الأبيض اللي بيهجمنا عليها، بالنسبة للون الأبيض الآتي هذا الإبيثيريال سيلز البارانكيما، الخلايا المنتجة اللي هي الجلاند اللي هي السيستم، فالبناين سيستم اللي هو من الغدة سمينها أدين أبي، فصارت أدينوما. المالجنت ماسة صار أدينوما بناين أدينوكارسينوما طبيعي خبيث، تمام. جينيوري سيستم يسمى ترانزيشنال سيل بابلوما أوما، لكن هنا ترانزيشنال سيل كارسينوما، أوكي. أما بالنسبة للون الأصفر اللي هو كونكت شو الأنسجة الرابطة، عندنا فايبروس تيشو كارتلج بون، فايبروما فايبروساركوما بناين فايبروما بناين ساركوما. بالنسبة للكارتلج الكوندرو كوندروما كوندرو ساركوما، بون أوستيوساركوما. ولذلك شو بالبناين بس تخليها باثنينهن تخليها أوما، أما بالمنجنت الغداني او الانسجة الطلائية تخليها ساركوما كارسينوما، اما الساندة تخليها ساركوما، خلي جواها خط، اوكي. طيب هذا اذا نسيتوها هذا الشرح اللي انا شرحته بالنسبه للبناين حسب الاوما السيرفكس حسب الاوريجينال مالها الابيثيال سيلز، يعني مثل بابلوما، تمام، هذا بناين، تمام. وذلك إذا تقول بابلوما بابا ساركوما أو بابلوما كارسينوما، أوكي، هاي تختلف لأنه حسب مكانها من يده يطلع بالقولون أدينوما أدينو كارسينوما، تمام. هذا بالنسبة لل... طيب جينا هنا نريد نوضح الآتي، شنو البيهيفيرز الكلينيكال، هذا كلينيكال، هذا كلينيكال نيوبلاستيك بروليفريشنز، المواصفات اللي تظهر عنده. ولذلك بناين البناين يشبه الحميد بيلوكرا، اكتبوه هنا، لازم تكتبون هذه الكلمة لأن احتمال تجي بالامتحان. لذلك localized non invasion and يكتبوا and slow growth slow s l o w g r o w t h، هذا element benign. malignant بالعكس، هنا قلنا هناك بالبناين قلنا localized، هنا قلنا spreading، هنا قلنا non invasion، هنا قلنا invasion يغزو، بالبناين قلنا slow growth، هنا قلنا fast growth growth، okay. ولذلك البناين يكون يعني صديق حميم، لكن التيومر يكون خبيث، يضرب يعني يضرب كل اتجاهات لأنه أثر. طيب هنا الآتي شنو حصل عندي؟ هذا صور توضيحية الآتي، هاي الخلايا الموجودة بالقصبات الهوائية، الناس اللي دخلوا كثير راح تتحول إلى ميتابليسيا، ميتابليسيا مو تيومر، ميتابليسيا تتحول من نوع إلى نوع، وقف التدخين ترجع، لكن بعد فترة التدخين يؤدي إلى زيادة الطاقة، وهذا ممكن يغير ميوتيشن بالخلية. إذا غير ميوتيشن بالخلية سوالك سوى ديسبلاسيا، تشوف هنا النيوكليوس بعدها تشبه الأولى لكن هنا تغيرت النيوكليوس، انتقلت هنا، صار عندي انفيجن كارسينوما، واضح؟ هاي الميكانيزم راح نفهمها الآتي. تشوفون هنا خلايا هذني two type of balls red and yellow، صار عنده جرح، صار عنده ازدادة خلية، مثل ما قلت لكم هاي موجودة بالحذاء الضيق أو بالنسبة لهذا المكان الفينجر تكتبون به. ف
فزادت عندي بالادابتيشن، زادت في كل الخلايا، فسمينها هاي سميناها بولي، هذه سميناها بولي بولي كلونال، واضح؟ هاي سميناها بولي يعني متعدده. لكن بالنسبه للتيومر اللي هو اما بناين انا ما لقيت، صار عندي زياده نوع واحد من الخلايا، زادت نوع واحد من الخلايا، تشوفونها هاي نوع واحد من الخلايا زادت، هذا بيا نوع بالبناين ان مالجنت. بالبناين ايش بيه؟ بيها ثلاث صفات مهمه. اولا الخلايا مشابهه لبعضها يونيفورم. ثانيا الجسم يسوي عليه كبسول، تشوفوا الحلقه الصفراء كبسول. ثالثا البيز ممبرين، هذا البيز ممبرين بعده انتكت ما تقدر تكسره لان ما عطى طاقه هوايه، فلذلك صارت لوكالايزد، صار بها انفيجن نو ما تقدر تسوي انفيجن، واضح؟ بات تكبر لانه بها سلو جروث. المالجنت ابسولوتلي اوبوزيت، تشوفون عددها زاد، نعم عددها زاد، اشكالها هنا عندنا يونيفورم، هنا متخلف، يسمونها بيليومورفيزمز، بيلو تعددت الاشكال، واحدة كبيرة، واحدة صغيرة، واحدة محببة، واحدة مدببة، واحدة بها خشنة، تمام. الفيتشرز الأخرى هذه هاي تموحة أشكال، الفيتشر الأخرى كسر ماكو كسرة الكبسول هاي الصفرة، ثالث أخرى حطمت البيز ممبرين فصارت انتقلت، ما صار صار بها عملية الانفيجن، ولذلك هذا بالنسبة للتيومر يسمونه مونوكلونال. شنو فرق البولي؟ البولي الخلايا اثنين ثلاثة كل ثلاثة موجودين، لكن المونوكلونال خلية واحدة تزيد، وذلك أن الميوتيشن يصير بخلية واحدة عادة. طيب إحنا شلون نفحص عليه؟ شلون نفحص على التيومر؟ لا يمكن إنه إحنا نضحك عليه ونقول هذا مالجنت بناين، بالنظر ممكن نقول، لكن نقول ربما أو سسبكت نتوقع، لكن شو وقت نطبي 100% قد ما نفحص تحت المشار تحت الميكروسكوب، تمام؟ ولذلك يسمونه جولد ستاندرد for diagnosis by routine microscope. ولذلك راح نقدر نفرق بين إذا كان ورم كان نمو عادي أو إذا كان نمو أو ورم حميد أو إذا كان ورم خبيث، واضح؟ هذه وين نشوف إحنا؟ نشوفها تحت المجهر الضوئي، واضح شباب؟ هذه موجودة بهذا الشكل، هذا كل ما بها هاي الفقرة الموجودة بالهيستولوجيكال دايجنوسيس اوف ذا مالجنسي. طيب احنا تمام، هذا البناين والمالجنت نشوفها، وذلك بعد هناك راح نفرق، ايش راح نفرق بين البناين والمالجنت، تمام؟ هذا فرقها. ولذلك المالجنت تيومر هنا تيومر مالجنسي هي نيوبليجي رايزنج ان سترومال تشو، اذا سمونا ساركوما، اذا مثل ما قلنا اذا من الجلاندولار يسمونه كارسينوما، هاي احنا قلناها مريض نعيتها، هذا التوضيح. لذلك هنا راح بالتيومر نشوفه ينمو اكثر من الطبيعي uncontrolled proliferations هن بالبوث، بس لك البناين يكون سلو وذاك يكون فاستر. اوكي منو يحدد لي؟ يحدد لي البي 53 حقيقه هنا حتى يكون سيطر عليه. طيب بالهيستوباثولوجي شو راح نشوفه؟ تمام المالجنت ديبيند اون ذا تيشو بارنت تيشو ظهور الشكل الخارجي النسيج، ولذلك راح احنا نحضر الشريحه، وهاي تحضير الشريحه احنا راح نفحصها، وتقريبا ما تتجاوز اكثر من 24 ساعه 48 ساعه ماكسيمم 72 ساعه ماكسيمم، احيانا ممكن نفحصها. وش نقول هنا؟ ننظر الى ان يسمونه انابليستيك اور انابليسيا اور سيلولار اتيبيكال، الخلايا الغير طبيعيه. فايش راح نلقى؟ كل احيانا نقول انابليسيا، شنو انابليسيا معناته؟ دي ديفرنشيشن، خلايا غير متمايزه. او نلقى هايبربليسيا، هايبربليسيا اكو نوعين، نوع فيسيولوجي ونوع نوع مرضي. نيوبليسيا از ابنورمال بروفيشنز، اوكي يسمونها نيوبليسيا، هذا تيومر. ديسبليسيا هو اللي يحصل ماتوريشنز، ماتوريشن ابنورماليتي يعني الخليه كبرت لكن بها شيء غير طبيعي بالبيهيفيرز مالها.
الميتابليزيا تختلف تغير من حالة إلى حالة. طيب هذه بالنسبة للتيومر، هنا أنا خذوا بالكم هذا أهم جزء ما موجود بالتيومر، دائما يجي بالانتحار. شوف شباب، أنا أتكلمك على الأنابلاسيا. الأنابلاسيا هو الخلايا، شنو قلناها؟ الخلية تكون abnormality in proliferation، هذا اللي يسمونه differentiation. أنا احتمال عندي خلية واحدة، أنا بإمكاني إذا أشوف خلية واحدة أقدر أقول أفحص بأنه هاي الخلايا صارت لها behavior سرطاني، تمام؟ لكن احنا ما نفحص على خلية واحدة وما نحكم على خلية واحدة، ولذلك ايش راح يصير؟ يسمونها هذا خلية النيوبلاستيك، نيوبلاست يسمونها سيلولار مالجنسي اللي بيها الآتي. الخلية اذا اشوفكم الخلية، اذا تشوفون هاي الخلية ادي اشير عليه، هاي خلية طبيعية. الخلية الطبيعية عادة النيوكلياس تصير بالسنتر، تمام؟ نسبة النيوكلياس الى الخلية من 1 إلى 3، 1 إلى 3، 1 إلى 4، 1 إلى 5 طبيعي. تشوفون هذه، أما ما قل فهو غير طبيعي، تمام؟ ولذلك الخلية شو صير هنا؟ الخلية صارت زادت، تمام؟ فالخلية من الزاد هنا صار عندني the multiple process of structure functional differentiation of the normal of the pregnancy malignancy sorry the neoplastic cell display marked of neoplasia. الخلايا اللي تظهر high malignancy ايش طلعت لي هنا؟ صارت بها الخلايا، صارت بها هنا النيوكليس، صارت بها عندي هنا the nuclei are characterized extremely hyperchromatic. تشوفون هسه هاي اكو فرق بين هاي الخليه، هسه اطلعكم شويه هاي لانه متحركه، لانه حركناها شويه من هناك، تذكرون من نزلناها نزلت لا هي هاي افترض تروح جوا. هذه افترض تنزل هنا، بس هاي شو راح انزل لك اياها، هذا من نزلنا تغيرت الفيتشر مالها. اوكي اعتقد دان. اوكي انا هسه صار تشوفون هنا الخليه هاي طبيعيه، شنو الفرق عن هاي الخليه؟ هاي الخليه النيوكلياسات كبيره فصارت هايبر كروماتيك، واضح؟ فعندنا الخليه الاتي صارت بها، هسه لو نشوف هذا هذا الجزء، هاي هذا الشريحه الوسط، نشوفها عندنا كم شكل؟ واحده 2 3 4 5، الطبيعي هو هذا، البقيه هاي شكلها مختلف، ولذلك صارت بيلومورفيزمز. اوكي ماركت اوف نيو يسمونه بيلومورفيزمز، بيلو اللي هي متعدد، هو يفترض بيليو بي يسمونه بيليو نوت بولي، بولي يختلف، بيليو يسمونه بوليمورفيزمز، تعدد الاشكال. اول واحد خلوا له هذا رقم 1، هاي البيلومورفيزمز. اوكي هاي البيلومورفيزمز رقم 1 صارت هذا. ثانيا صارت الخليه كم عندنا شكل؟ 1 2 3 4، فالخليه صارت دارك، نيوكليس دارك، كروماتين عالي، صار هايبر كروماتيزمز، واضح؟ صار عندنا الهايبر كروماتيزمز. فالكروماتين ايش بيها صار عندنا؟ الكروماتين ايضا صار بها نوع ازرق داكن، واضح؟ الهايبر كروماتيزمز، فصار عندنا هايبر كروماتين، واضح؟ هاي الكروماتين خلي يسوي دارك هايبر كروماتيزم، اللي صار عندنا بشكل دارك هايبر كروماتيزمز، واضح؟ زين هنا عندنا من حصلت زادت النيوكليوس، الريشيو بين السيتوبلازم والنيوكليوس قل، فسمينا نيوكليار سيتوبلازم كريشيو، هاي 3، اول واحده بيلومورفيزم، ثاني واحده الهايبر كروماتيزمز، هاي الهايبر، شو هاي ما طلعت اللون مالها، هسه نشوف لكم اياها ازرق داكن. اوكي هذا الازرق داركين، واضح؟ الدارك. ثالثا الريشيو تغيرت،
فاحنا ايش عندنا هنا ان يسمونه ان سي ريشيو اللي هو صار عندي هاي تقريبا 1 الى 1 1 الى 2 1 الى 3 1 الى 1 1 الى 1 1 الى 2 1 الى 3 هذا سرطان هاي اورام 1 4 الى 1 الى 5 الى 1 الى 6 هاي طبيعي واضح ولذلك صارت عندي هنا صار عندي هنا هذا السرطان ولذلك النسبه الموجوده بالنيوكليوس على السيتوبلازم اكبر واضح طيب فهنا ايش عندنا احنا عندنا حقيقه اربع فور فيتشرز اربع مواصفات اذا وجدت بالخليه فهي خليه سرطانيه اولا بليومرزم عددوها ثانيا هايبركروماتيزم ثالثا ريشيو رابعا الخليه لازم تتقسم تصير بها مايتوسيس هسه اشوفكم اياها ليش تكاثرت مايتوسيس أربعة عندكم انظروا لي هاي الخلية هاي شيء تقدر تقول عليها هاي الخلايا أو هذا الشريحة الموجودة عندنا هنا هاي الشريحة كلها عبارة سرطان انظروا لي هاي الشريحة تقدرون تقول هاي بها three features عندنا polymorphisms نعم خلي شوكم بس هاي الطبيعية أما هاي مو طبيعية hyperchromatisms تمام polymorphisms صار already mitosis موجود عندنا هنا هاي mitosis انقسام تمام هذا الانقسام تعرفون الانقسام حوالي خمس اطوار اقول لكم اعلمكم اياها بالبيولوجي واضح اعيد لكم اياها هذه الايفيدنس اوف سيلولار فيتشرز هاي تجي من امتحان طلاب ولذلك عندنا اربعه بيليومورفيزم هايبر كروماتيزم ريشيو اند مايتوسيس وين هالمايتوسيس تمام هذه لذلك شنطتنا عندنا المايتوتيك فيجر صار عندي هنا مايتوسيس الانقسام احيانا يسمونها مايتوتيك واحنا يسمونها مايتوسيس والمايتوسيس يصير انقسام بالخليه لذلك الخليه الوحده تنطيني اثنين واثنين تنطيني اربعه والاربعه تنطيني ثمانيه ان تتكاثر واضح؟ طيب هسه جيتكم انا المايتوسيس هسه نشوف هنا يلا شوفوا لي هنا اذا اعطيتكم هاي الشريحه كان بها مايتوسيس ولا ما بها؟ خلينا نحسب تمام هاي وحده هاي اثنين واضحه تمام هاي ثلاثه هذه اربعه هذه هنا صارت عندي خمسه واضح هذه واضحه شوفها هاي وحده هذه وحده لانه حسب نوعها هاي بيها تمام ولذلك هنا هذه مهمه جدا ايضا تجي يسمونها سايتوبلازميك ايفيدنس سايتوبلازميك ايفيدنس اوف نيوبليزيا شو عندنا فايريشن سايز ان شيب بس جي منها تكتب لي بوليمورفيزمز انف بوليمورفيزم انف اللارج كروماتين هايبر كروماتيك تكتب لي انف اتيبيكال مايتوسيس انف واضح تكتب لي تيبيكال لذلك هاي بها مايتوسيس صار عندي هنا احيانا الخليه سرطانيه كبيره تشوفونها هاي الخليه شفت كبيره هاي خليه يسمونها بيزار او سنسيشن خلايا العملاقه او تيومر سيل يسمونها تيومر سيل ذكر جاينت سيل تيومر جاينت سيل احنا اخذناها جاينت بالكرانيولوما بالالتهاب الكرونيك انفلاميشن لذلك يسمونها تيومر جاينت سيل اورايت فهذه لها علاقه بالكارسينوما طيب وهذا يسمونه features of mitotic figure يسمونه اللي هو يتكاثر بالخلايا طيب نجي هنا بالنسبة للgrowth patterns أساليب النمو كيف ينمو احنا الآتي قلنا عليها الأورام السرطانية عبارة عن abnormal growth ايش تحتاج؟ تحتاج خلية طبيعية وعادة الخلية الجرثومية هي يسمونها embryonic cell خلية جنينية لانه خليه ما خاصه السرطانيه ما تلحق تنمو دائما صغيره وتنقسم صغيره وتنقسم ولذلك ايش تحتاج؟ تحتاج الى طاقه وتحتاج الى اكل كثير جدا فالنظريه الحديثه شو تقول جوع السرطان يموت واضح شباب؟ لذلك هذه لكن يعتمد على الميلاجنانسي احنا بس نسيت اقول لكم بالنسبه للمايتوتيك فيجر مهم جدا كل ما زاد الميتوتيك فيجر يزيد درجة الملاجنسي درجة الكانسرز لأن عندنا مايلد مودريت سيفير أو جريد 1 جريد 2 جريد 4 يعني مثلا نقول عليها من واحد للخمسة هذا بناين من الخمسة للسبعة مايلد من السبعة للعشرة مودريت من العشرة لل 15 فوق او الاكثر يكون نحسبها بالشريحه الواحده بالشريحه الواحده مو فوكس الواحد اذا طلعنا اكثر من 15 يطلع هذا السيفير وذلك هذا ليش يفيدنا؟ لان الجراح يعتمد على جريد الجراح حتى يحدد الجرعه
ويعالج العمليه الجراحيه يعتمد على جرافيك سيستم. واضح؟ انتم ما تحتاجونها، لا تاخذونها بال فتاخذها بالاورال. طيب جينا هنا لما تجي شلون يغزو؟ عندنا قلنا المالجنسي يغزو، شلون يغزو؟ الخلايا شو يصير بينها؟ قائل تنتقل الخليه بطريقه شو يسمونها؟ طريقه الميتاستاسيس، طريقه النقائل. فالوحيد السرطان الخبيث هو ينتقل، المالجنت البناين ما ينقل. فاذا تشوفون هنا عندي هذا بالشكل اللي صاير، هذا كلها صارت بهنا قائل. تشوفون هذا السرطان القولون الموجود هنا، هاي الرئه كلها صارت هاي كلها نقائل، بس هاي الطبيعي ظلت عندي ولو هي منتهيه ما بيها شيء طبيعي. طيب هذه خلايا كلها بها فيتشرز الاربعه، اذا نكبرها نلقى فور فيتشرز اللي هي بوليمورفيزم، hyperchromatism, ratio, and mitosis. That's all. Okay. وإذا أردنا هنا هذه وين طلعت لي هاي؟ جيد خلينا هنا. Okay. طيب أنا جامل لكم حقيقة جامل لكم الفيتشرز مال الفرق بين البناين والمنجت هاي. أنا ما راح differentiation هاي انتم تقروها واحتمال يجيكم سؤال. الان بدينا احنا نجيبكم اسئله مقاليه، تمام؟ تعددوا ليها بهذا الشكل يعني. طيب هنا خلينا نسال، هذا ما راح اقولكم اياه لانه انا كله شرحته. نجي على هنا، ها راح اشرحكم اياها ايضا بالعملي، انه بديهيا هاي اذا اشرح عليها بناين لو مالجنت جاوبوني، وذلك ايش قلنا عليها ايضا تشبه لنا. ليش؟ منتظمه سموثلي بناين، ايضا هاي منتظمه. اما المالجنت تشوفون هنا كلها عقده واحده، هنا مختلف العقد وذلك منتشره. صار تشوفون مالجنسي، تشوفون هذا المالجنسي كانسر تيومرز موجود بها. اوكي نجي على الميتاستاسيس، شلون ينتقل؟ الخليه ما ترجع تمشي، الخليه وين تروح؟ تتذكرون من انطيت الامبوليزمز؟ مو قلت لكم كانسر امبوليزمز؟ الخلية وين تروح؟ هاي الخلية السرطانية واحدة بس، تنتقل عن طريق الدم أو عن طريق اللف، تمام؟ إذا دخلت بالدم ظلت اللف إلى أن تطلع. الخلية شنو لها علاقة؟ لها قابلية تخترق الوعاء الدموي وتطلع، تخترق الوعاء وتدخل وتدخل وتطلع، واضح؟ ولذلك ينتقل من مكان إلى آخر. تشوفونه هذا، هاي الأمبوليزمز، هذا تشوفونه الوعاء الدموي، هاي ممكن تروح تنتقل لكل الجسم، واضح؟ ولذلك إيش عندنا هنا؟ الخلايا تنتقل، طبعا هاي سهله انه هاي الخلايا تنتقل حسب نوعها طبعا نقول، لكن هنا نعطيكم بالنسبه لهذه الخلايا تنتقل بثلاث طرق، اما عن طريق اللمف لافتك، او عن طريق الهيموتوجينيس الدم، او عن طريق السيدنج. السيدنج شنو معناته؟ احيانا هذول اللي يضربون يستعملون الحقن، نفس الحقنه 1 2 3 متعدده، اذا دخلت بالسرطان خليه واحده تلزق بالنيدل ممكن تنتقل، او الادوات الجراحيه بالاسنان ما يحقموهم فتنتقل من مريض الى مريض. فاذا واحد ما عنده خليه سرطان ينتقل لاخر، او الجراحين يجي يفتح وما ينتبه على وفتح التيومر، من فتحها خلايا تنفتح، فالخليه صارت تلتصق، يسمونها سيدنج زرع. ها هي، واضح؟ فاما عند السيدنج او اللمفاتيك سبريدنج او الهيماتوجينس، اذا اقول لكم عددوا لي اياها ذا باث واي او مالجنس تيومر باث واي، اللي هن ثلاثه بس، خلص ها هي، تمام. جينا على الجزء الاخير، مهم جدا حقيقه، الجزء الاخير هو سرطان الدم، تمام؟ وسرطان الدم حقيقة اللي هنا أتكلمك عليه، سرطان بالنسبة لسرطان الدم احنا مجازا نقول عليه سرطان الدم، هو حقيقة سرطان الكريات الدم البيضاء. ليش ما تصير الكريات الدم الحمراء بها سرطان؟ هذا أنتم تجاوبون عليها، ما عرفت تسألوني، واضح؟ كريات الدم الحمراء ما يصير بها سرطان، بس كريات الدم البيضاء. ولذلك عندنا بكريات الدم البيضاء الروكيم يسمونها، عندنا اما نوعين يسمونها الميلويد سيلز واللمفويد سيل، واضح؟ هسه راح نقول شنو الميلويد شنو سيل. اوكي ولذلك قلنا عليها هذه وذلك الخلايا هاي السرطانيه، الخلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء ممكن تكون بالبون ميرو، ممكن تكون بالبلاد ستريم، ممكن تكون باللف نودز،
وممكن تكون بالسبلين، تمام، وممكن تنتقل لأي مكان آخر، تنتقل تتحرك الخلايا، تمام ولا لا؟ ولذلك عندنا بالنسبة للوكيميا عندنا أربع أنواع من اللوكيميا، نوعين حقيقة، نوع رئيسي أو نوع ثانوية. كل عندنا نوعين هن حسب الخلايا، نوعين، كل خلية كل نوع تعطينا اثنين. انتبهوا يا يعني. There are four type of leukemia. Acute lymphoid leukemia, AML. Acute lymphoid leukemia. Chronic, acute myeloid leukemia. Acute myeloid leukemia. ثاني واحدة chronic myeloid leukemia. لذلك اثنين myeloid. اثنين myeloid. لكن واحد acute واحد chronic. احنا عندنا باللوكيميا ما نستعمل benign and malignant. واضح؟ نستعمل acute and chronic. خذوها بالكم، خذوها بالكم. باللوكيميا ما نستعمل مالجنت، لأن هو حقيقة مالجنت نفسه، يعني هو حقيقة بالبون ميرو. فلذلك هو نوع واحد، هو نوع واحد مالجنت. ولذلك يسمون هذا المالجنت سي بي مزمن، بحاد ومزمن، تو واحد تو يصير، واحد لا ياخذ وقت. واضح شباب؟ ولذلك سمينا اكيوت ميلويد لوكيميا وكرونيك ميلويد لوكيميا. نجي النوع الثاني اللمفويد. Acute lymphoblastic leukemia. كلمة بلاستيك معناها خلي بعد الخلية ما صايرة. هنا من صارت عندي هنا سميناها هاي سميناها chronic lymphocytic leukemia. واضح؟ فصارت عندي lymphocytic leukemia. خلينا نشوف ليش ما تطلع لي هاي. تمام، هذه جت هنا طفرة. acute chronic lymphocytic leukemia CLL. تمام، هذه وين موجودة عادة؟ هذا وين يحصل التيومر؟ ما يحصل بالبلاد، يحصل بالبون ميرو. تمام، لكن يطلع وين؟ يطلع للدم، لمجرى الدم. خذوا بالكم، أقول لكم إياها، هذه ما يحصل بالنسبة لسرطان الدم، لا يحصل بال ما يحصل بال وين هذه؟ بالنسبة لسرطان الدم، سرطان الدم لا يحصل، أوكي، سرطان بالنسبة لسرطان الدم، سرطان الدم لا يحصل بال، هسا أعدلكم إياها هاي، شلون بك أنت؟ اوكي تمام، سرطان الدم قلنا عليه لا يحصل بال، لا يحصل بالبلس ستريم، لكن يحصل بالبون ميرو ويطلع بالبلس ستريم. شوفوا اعيد لكم اياها، سرطان الخلايا البيضاء اول ما يحصل بنخاع العظم، بعدين وين ينتقل؟ ينتقل للدم، ومن الدم وين يروح؟ يروح للليفر، يروح للفنودز، يروح للسبلين الليفنود، ويروح ربما يروح لكل مكان. واضح؟ يكون موجود هناك، وخاصة مكانه وين يكون؟ دائما يكون مكانه بالفنوتس، لأن الفنوت عبارة عن خلايا بيضاء. واضح هذه؟ تمام، هذا. ولذلك قلنا أجين معناته تيومر ما بيها بالنسبة للوكيميا ما بيها بناين أن مالجنت، كله مالجنت، لكن شبيه بي كرونيك كيوت أن كرونيك، حاد ومزمن. واضح؟ شون إحنا نفحص عليه؟ نفحص عليه الآتي، أما نأخذ مسحة دموية أو نأخذ مسحة من نخاع العظم. شوف الفحص مالته أسهل شيء هو يعني من مسح الدموي peripheral blood. ما طلع عندنا لازم نأخذ بالبون مورو، ما طلع نروح على الإيمينوفينوتايبس، ما طلع عندنا نروح على السيتوجينيك، ما طلع عندنا نروح على الموليكولر. واضح؟ ما طلع عندنا نروح على فحوصات أخرى. تمام، نجي هنا بالنسبة للإيتيولوجي، يعني اللوكيميا يزداد عندنا بالأطفال، وحسب ميل أكثر من فيميل، هذه الجيوغرافيا المناطق تختلف يعني حسب مكان أكلهم، وبالعراق لأن صار بحروب وبيها سلاح فأثر علينا. لكن نجيكم على الأسباب، شو الأسباب مالت الموجودة؟ الأسباب الموجودة الموجود بيها الأيونايزنج راديشن، الأشعة. تمام، صارت باليابان وصارت عندنا بالعراق. الاكس راي، تعرض دائما للاكس راي. تمام، الناس اللي ياخذون اكس راي. عندنا بعض الادويه اللي يسمونها سايتوتوكسيك دراج او ميديكيشنز، اللي بيها موجودات الكلاين ممكن تاثرنا عليها الاذى. طبعا هاي سنين، مو يوم ويومين،
لذلك هذه تكون لمدة سنين. واضح هاي يسمونها سايتوتوكسيك دراج. طيب شنو بعد عندي؟ فيروسز، فيروسات تسبب. نعم يس اوف كورس الفيروسات تسبب. هيومن بابلوما فيروس اوكي. جينيتكس اس اوف كورس تنتقل احيانا الامراض الوراثيه من داون سيندروم اوكي، وامراض تنتقل عندنا. طيب الان جت لي نميز شنو فرقهم. اكيوت ميلوبلاستيك لوكيميا، ميلوبلاستيك لوكيميا ML AML اللي هو اكيوت ميلوبلاستيك لوكيميا اللي يصير بالخلايا الميلونوسايت اوكي، هذا بيها. ولذلك هذا يصيب ممكن الكبار وصغار لكن اكثر شيء الكبار. شلون قلنا نفحصها؟ نفحصها نروح نسحب دم وبالدم ونحسب الخلايا. خليه الوايت بي سي راح تطلع خليه الغير ماتشور. خذوا بالكم خليه السرطانيه نفس مواصفات بوليمورفيزم هايبر كروماتيزم ريشيو، بس ما بيها ميتوسيس اوكي، بس ما بيها ميتوسيس، بس ثالث مره ما بيها ميتوسيس اوكي بالبلد ستريم. واضح بيها هايبر كروماتيزم بوليمورفيزم هايبر كروماتيزم ريشيو لكن ما بيها ميتوسيس. طيب ايش راح نشوف احنا هنا هذه الخليه الوايت بي سي هنا تطلع بالبلاد ستريم كاونت هيموغلوبين لو اوكي، وايت بي سي رايزنج يرتفع لان سم تايم لو بلاتليت لو بلاد فيلم راح يحسب لنا بلاست سيل خليه اماتشور سيل يا نوع نوع الخليه البيضاء. شنو بيها هاي؟ بيها في التركيبه يسمونها اورود قطب اور، القطب اور اللي موجود بها. فهذا وين موجود؟ ممكن احنا نسحبه بالخلايا طلع بالدم او خلايا موجود بالنخاع العظم. واضح؟ وهذا الخليه تكون بهذا الشكل، هذا المسحه الدمويه، هاي المسحه الدمويه اللي تشوفون الخلايا هاي، هذا الميلونوسايت نورمالي زيرو، نورمالي النورمال بلاد زيرو doesn't have this type of cells. تمام، ذلك راح اشوفكم خليه كبيره bigger than normal contain blast myeloblast. الميلوبلاست لازم تكون بالعظم، هذا طلعت. لذلك ليش؟ لانه هايبر كروماتيزمز اوكي اماتشور سيلز اماتشور نيوكلياس تشوفونها خلايا اماتشور، لكن هاي خلايا متعدده الاشكال هي صار بيلو اوكي. جينا على هنا من نفحص راح اعطيكم هاي الخليه وبالعملي راح تشوفين هذا الاورود هذا داخل على سيتوبلازم ملتصق بجانب واحد. اما هاي التركيبه يسمونها انكلوجن بودي اجسام الضامنه يعني بها او المحتوي يسمونها اللي هو هاي التراكيب اللي هي بشكل اقطاب هاي داخل الخليه شوفها وشوفكم اياها. واضح شو سمينا هاي؟ سمينها امال خاصه بالكيوت ميلويد لوكيميا. بالكرايك ممكن يشوفها صعب لانه الخليه من تصغر السيتوبلازم يصغر تقل وذلك تكون ماشي. واضح هذه هاي جينا الكرونيك تشوفون الكرونيك هاي الكرونيك نفسها لكن المريض يتقدم خلية تكبر لكن هنا صار عندنا مشكلة الخلايا التهابية الزاد وهذه موجود بها بهذا الشكل لوكيميا. تشوفون الخلايا مالت اختلفت بهذا الشكل. الكلينيكال فيتشرز اللي المريض تعاني بها لأن الخلايا راح تصير آتي هاي الخلايا وين تتكسر؟ دخلت بالدم وين تتكسر؟ راح تتكسر بالسبلين تمام وتأثر على السبلين وتأثر على الكبد وذلك السبلين راح يكبر يسمونه السبلين وميغالي. طيب ما ايش راح يسوي لي؟ راح يسبب لي انيميا شورتث بريسوف لانه اثر على طيب الخلايا هذه المشكله بها عندنا ايش راح يسبب؟ راح يسبب التهابات تمام ربما راح يصير فيفر عندي يصير بها التهابات. واضح هنا سبب هنا احيانا يصير نزف اوكي. نجي على ساينس الساينس اللي بها بيرنس سبلينوميغالي ماسف الليمفوما تكبر ايضا. الانفستيجيشن ايضا ناخذ بلاد ونفحصه ونركض على نشوف نفحص على الوايت بي سي اذا كان طبيعي غير طبيعيه. واضح الوايت بي سي غير طبيعيه هذا الموجود احيانا الموجود ايزونوفيليك هذه. طيب نجي على الفحص الاخر اكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا هذه وين يضرب خلايا منطقه الـ هذا بس الليمفوسايت. اما الميلوسايت ممكن يضرب الخلايا الكره
يضرب البلاتليت، يضرب الخلايا الماكروفاج والنيوتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل، يضربها. لكن بالنسبه لليمفوبلاستيك بس يضرب مجموعه الخلايا اللمفاويه. تمام، اذا كان اكيوت يسمونه الليمفوبلاستيك، اذا كان كرونيك يسمونه الليمفوسايتيك. انا انطيتكم اياها احيانا بالكتب يسمونها بلاستيك كرونيك، لكن هي بالاصح يسمونها الليمفوسايتيك. اوكي، لذلك يسمونها الليمفوسايتيك. وهذه تطلع خلايا اللمفاويه وين موجوده؟ موجوده بالجسم. طيب يفترض انه الخلايا، طبعا الدم بخلايا لمفاويه لكن خلايا immature. خليني اشوفكم الخلايا، الخلايا الخليه الطبيعيه، الخلايا اللي هاي الخليه اخذنا مسحه من الدم شفنا خلايا. طيب يا الطبيعيه، الخلايا الطبيعيه بس هذا صغيرونه، بس هذه نشوف الليمفوسايت هاي، اما هاي كل الليمفوسايت غير طبيعيه، لذلك تصير بوليمورفيزم هايبر كروماتيزمز. واضح، وهذا ايضا راح يسبب لنا. طيب الناس اللي عندهم هذا ورا فتره ايش تحول لكرونيك. طيب هاي الخلايا وين راح تروح؟ من يحطمها؟ راح يحطمها السبلين. والسبلين ايش راح يكون؟ سبلينو ميغالي، كبر حجم الطحال. اذا كبر حجم الطحال راح تكبر البطن، تمام، راح تقل المناعه، راح يصير التهابات، وهذا راح يسبب لنا مشكله كبيره جدا بالمناعه. واضح شباب؟ الكرونيك ميلو سايتيك لوكيميا اللي هو هذا موجود انيميا. اذا تشوفون خلايا هاي، هذا الدم خلايا هنا ما بها اور وما بها سيتوبلازم، شويه بها سيتوبلازم، وهذا تكون موجود بها انخفاض الهيموغلوبين، زياده بالوايت بي سي، ابنورمال وايت بي سي، ممكن نفحصها بالسي دي. تمام، هذه هي موجوده هنا، هذه هي الخلايا الليمفوبلاستيك لوكيميا. اما السايتيك تكون صغيره جدا تشبه لكن كبيره جدا، لكن ستيل هايبر كروماتيزم بوليمورفيزم. اوكي شباب، هذا هو ما وضحناه بهذا الشكل بالنسبه للتيومر. اوكي، اذا في اي سؤال بامكانكم تسالوا، راح اوضح لكم اياه بالعمليه. اوكي، باي باي.